قادما لتدعيم، ثم بعد ذلك انتقل للاحتراف. هذه محاولة لفريق محسن يجار، هدف سادس، هدف سادس لفريق الرجاء، هدف سادس لفريق الرجاء. ومحسن كما قلت رجل المباراة، رجل يعني يحسن استغلال الفرص ويدعم الحصة بهدف سادس، وتشجيعات الجمهور متواصلة في أمسية رجوية 6-0 على السوق. بالفعل نتمنى زمامة يسجل، لأنه زمامة محتاجة للكرة المغربية، وكذلك أنه فقد الثقة كثير في نفسه، ونتمنى أنه يسجل في هذا اللقاء. كما قلت هذا اللقاء مناسبة للثقة وكذلك الاستعصاء ديال التهديف على البطولة، وبالتالي حتى الرجاء وكنشوفوا اللاعبين. لاحظ الفريق ديال سيراليون وقف وقف، يعني ما بقاش فاهم شنو وقع، واش يلعبوا الكرة في وسط الميدان، يعني واقفين. نتمنى يطلبوا طلب كتابي لإنهاء اللقاء، يعني مع تسجيل هدف سيراليون يلعبوا الكرة، بقاو واقفين، يعني بقاو مستغربين النتيجة ومستغربين كذلك.